السيلولار ريسبيريشن بيحصل في تو ستيب، تمام؟ ذا بروموميسايل بلو تشينج كلر ديو تو ذا بريزنس اوف كربون دايوكسيد ان يور اكزهاليشن. عارفين ان الكربون دايوكسيد بيوجد في الاكزهاليشن. اكزهاليشن يعني ايه؟ يعني انا عمليه الايه، خروج النفس او عمليه خروج الغازات من الايه، من اللنج، بنقولوا عليها ايه، بنقولوا عليها اكزهاليشن. Where did the carbon come from? It is the waste product from the process that realizes energy from molecules. تاني، it is the waste product، بيكون هو عبارة، it is the waste product. الكربون دايوكسيد ده يا شباب عبارة عن الفضلات، from process، من العملية، that realize energy، بيخرج طاقة، from molecule، من الغذاء بتاعي. أنا اتفقت معاكم إن الغذاء ده بيتكسر أو بيحصل له glycolysis، أو الغذاء بيتكسر لأجزاء بسيطة وبعد كده يدخل الخلية، يحصل له في السيتوبلازم عملية إيه يا شطار؟ عملية الجلايكوليسيز، عملية الإيه؟ الجلايكوليسيز. وبعد كده يدخل الخلية البارتكلز أو الموليول اللي هي اتكسرت من الجلوكوز ومعاها الأكسجين، ويحصل لها إيه؟ تكمل الخطوة الثانية من السيلولار ريسبيريشن. السيلولار ريسبيريشن is a series of chemical reaction، هو مجموعة من التفاعلات الكيميائية that convert energy in food molecule into usable form of energy. هو عبارة، series of chemical reaction that convert energy in food، بيحول الطاقة اللي في الطعام energy in food molecule into usable form of energy، لصورة مستخدمة من الطاقة called ATP. بسميها ايه؟ بسميها الايه؟ تي بي، تمام؟ يبقى الطاقة اللي بتنتج عندي بسميها ايه؟ الـ ATP. يبقى السيلولار ريسبيريشن از ا سيريس اوف كيميكال رياكشن، مجموعة من التفاعلات الكيميائية. كونفيرت، بيحول انرجي ان فود، الطاقة اللي في الطعام مولكيول، انتو ايزابل فورم اوف انرجي، لنوع مستخدم من الطاقة كولد ATP. الخلية عايزة طاقة، طب هتستخدم الطاقة اللي في الطعام ازاي عشان تعمل العمليات الحيوية بتاعتها؟ مش هينفع تستخدم الطاقة اللي في الطعام الا اذا دخلتها الخلية وعملت لها عملية سيلولار ريسبيريشن وينتج عليها الاي تي بي. لازم تعرفوا ان الاي تي بي ده هو اليوزابل فورم اوف انرجي. يبقى اليوزابل فورم اوف انرجي لو جاب لنا سؤال اختر ولا حاجة نقول له الاي تي بي ده الصورة اللي بيستخدمها الخلية، او دي صورة الايه، الطاقة اللي بتستخدمها الخلية، لازم تكون في صورة ايه؟ ATP. Cellular respiration occur in two parts of cell. Cellular respiration ده بيحصل في جزئين، بيحصل يا سلامة في السيتوبلازم وفي الميتوكوندريا. المكانين اللي بيحصل فيهم cellular respiration، سيتوبلازم والميتوكوندريا. The first step of cellular respiration called glycolysis. أول خطوة بقول عليها إيه؟ بقول عليها إيه؟ كل كريس جلايكوليسيس، بسميها ايه؟ جلايكوليسيس يعني تكسير السكر، بالعربي كده جلايكوليسيس يعني عملية ايه؟ تكسير السكر، اسمها ايه؟ اسمها جلايكوليسيس. is the process by which glucose a sugar is broken down into small molecules. يبقى عملية الجلايكوليسيس ديت هي بروسيس، عملية by which، عن طريقها الجلوكوز is الشوجر، الجلوكوز احنا عارفين ان هو شوجر، از بروكن داون، بروكن داون يعني بيتكسر انتو سمول مولكيول، لجزيئات بسيطه. الجلايكوليسيس بروديوس سام اي تي بي، الجلايكوليسيس بيديني ايه؟ بيديني اي تي بي، بيديني جزيئات اي تي بي. ان انرجي ستورج مولكيول، ان انرجي ستورج ايه؟ في واحده، واحده بتقول ما فيش صوت. يبقى الجلايكوليسيس از ذا بروسيس باي ووتش جلوكوز ا شوجر از بروكن داون انتو سمول ايه؟ انتو سمول مولكيول، يعني الجلوكوز بيتكسر لسمول ايه؟ سمول مولكيولز. دقيقه معايا ابعت لزميلتكم رساله بس.
قلنا the first step، قلنا الجلايكوليسيس is the process by which glucose sugar is broken down into small molecule. الجلايكوليسيس اللي هو تكسير السكر produce some ATP، بيديني ATP. طيب an energy storage molecule، this process also use energy from ATP. عملية الجلايكوليسيس ديت بينتج عنها ايه؟ بينتج عنها ATP، بينتج عنها ايه؟ ATP. طب العملية دي أصلا عشان تتم محتاجة ايه تي بي، العملية دي أصلا عشان تتم محتاجة ايه؟ محتاجة ايه تي بي. فبتاخد الايه تي بي ده منين؟ بتاخده من الستورج مولكيول، من جزيئات الايه تي بي الايه المخزنة. دي كده بيمثل لي عملية السلولار ريسبيريشن. الجلوكوز اهوت تمام، بيدخل في السيتوبلازم مع وجود الايه تي بي، او في وجود الايه تي بي المخزن هيحصل عملية الجلايكوليسيس. هيحصل هنا عملية الايه؟ الجلايكوليسيس، يعني الجلوكوز هيتكسر لأجزاء ايه؟ صغيرة بقول عليها سمول مليكيول، سمول ايه؟ مليكيولز. طيب ندخل في السكند ستيب. The second step of cellular respiration occur in mitochondria. الخطوة الثانية بتحصل فين؟ اوكي الميتوكوندريا بتحصل في الايه؟ في الميتوكوندريا اوف ايوكاريوتيك سيل، اوف ايوكاريوتيك سيل. ذا ستيب ريكواير اكسجين. الخطوه دي بتحصل محتاجه ايه يا شباب؟ محتاجه اكسجين. الخطوه الثانيه دي محتاجه ايه؟ أكسجين. اكسجين تمام. ذا سمولر مولكيول، سمولر مولكيول ميد فروم جلوكوز ديورنج جلايكوليسيس ار بروكن داون. الجزيئات اللي حصلنا عليها في عملية الجلايكوليسيس، الجزيئات البسيطة بتاعة الجلوكوز اللي حصلنا عليها في عملية الجلايكوليسيس في الخطوة الأولى هي اللي هتبدأ للخطوة الثانية، هي اللي هتبدأ للإيه؟ الخطوة الثانية. The step require oxygen. The small molecule made from glucose during glycolysis are broken down. Large amount of ATP usable energy are produced. Cell use ATP to power all cellular processes. بينتج عندي في الخطوة الثانية ديت كمية كبيرة من الـ ATP، كمية كبيرة من الـ إيه؟ بالـ ATP. Cell use ATP to power cellular process. الخلية بتستخدم الـ ATP ده تمام، أو جزيئات الطاقة to power cellular process عشان تدي إيه أو تعمل العمليات الخلوية. تو ويست برودكت، الووتر والكربون دايوكسيد، دول الووتر والكربون دايوكسيد بينتجوا من الخطوة الثانية. لما يقول لك ايه الويست برودكت بتاعت السكند ستيب اوف سيلولار ريسبيريشن هي الووتر والكربون دايوكسيد ار جيفنج اوف تمام ديورنج ذيس ستيب. ذا كربون دايوكسيد رياليزد باي ايه؟ باي سيل. الكربون دايوكسيد بينتج عن طريق الايه؟ الخلايا. از ويست برودكت، كبقايا. از يوزد باي بلانت، النباتات بتستخدمه. اند يوني سيلولار انيمال، الحيوانات وحيده الخليه. اثناء عمليه الايه؟ اثناء عمليه الفوتوسينسيس، اثناء عمليه الايه؟ الفوتوسينسيس. تعالوا كده نشوف الرسمه، الستيب 1 والستيب 2. ده هنا السمول مولكيول، السمول مولكيول من الجلوكوز. الجلوكوز حصل له تكسير السمول مولكيول. ذا برودكت اوف جلوكوز ار يوزد ان ستيب ايه؟ ان ستيب 2 السمول مولكيول. وعندي الاكسجين رياكشن ان ذا ميتوكوندريا كونفيرت اكسجين اند سمول مولكيول انتو انرجي كربون دايوكسيد اند ووتر. يبقى الرياكشنز او التفاعل اللي بيحصل في الميتوكوندريا ده بيحول لي الاكسجين تمام والسمول مولكيول، السمول مولكيول بتاعه الجلوكوز انتو ايه؟ انرجي. وانتج عندي الكربون دايوكسيد والووتر. ادي عندي السمول مولكيول بتاعه الجلوكوز في وجود الأكسجين. السمول مولكيول بتاعة الجلوكوز في وجود الأكسجين بتدخل الايه؟ الميتوكوندريا، بتدخل الايه؟ الميتوكوندريا. تحدث الخطوة الثانية من السلولار ريسبيريشن السكند ستيب، ينتج عندي ووتر وينتج عندي كربون دايوكسيد وينتج عندي ايه؟ وينتج عندي اي تي بي، وينتج عندي ايه؟ اي تي بي. دي الثلاث خطوات. هعيد لكم السكند ستيب تاني، ركزوا معايا. The second step of cellular respiration occur in mitochondria. تاني خطوة بتحصل في الميتوكوندريا، خلاص عرفنا مكانها، بتاعة الايوكاريوتيك سيلز. طيب this step، الخطوة ديت محتاجة ايه؟
محتاجة أكسجين، لازم يكون عندي أكسجين، أدي الأكسجين أهو، وأدي السمول مولكيول اللي جت من السيتوبلازم بتاع الإيه المرحلة الأولى. ده سمول مولكيول ميد فروم جلوكوز، السمول مولكيول دي معمولة من الإيه؟ السمول مولكيول ديت ميد فروم جلوكوز، مصنوعة من الجلوكوز أثناء عملية السيلولار جلايكوليسيس، أثناء عملية السيلولار إيه؟ جلايكوليسيس. ار بروكن داون، بروكن داون يعني ايه؟ السمول مولكيول دي جايه الكسر. منين؟ ما هي جايه من عمليه الجلوكوليسيس، عمليه تكسير الايه؟ الجلوكوز، عمليه تكسير الايه؟ الجلوكوز، تمام؟ This step require oxygen. The small molecule made from glucose during glycolysis are broken down. الجزيئات دي بتتكسر. بينتج عنها large amount of ATP، كمية كبيرة من الـ ATP، اللي هو اتفقنا ان الـ ATP هو هيكون ايه؟ usable energy. الـ ATP عبارة عن الـ usable energy. Are produced، بينتج. السل الخلايا use ATP، بتستخدم الـ ATP to power all cellular process. يبقى لما يسألنا عن فايدة الـ ATP نقول له باور اور سيل بروسيس، باور اور سيل ايه؟ بروسيس بروسيس، يعني بيمد السيل بروسيس بالطاقة، بيديها الطاقة عشان ايه؟ الوظائف الخلوية تتعمل. يا مالك ركز معايا، ركز معايا انت وكريم ومانع ومحمد. تو ويست برودكت، عندي تو ويست برودكت، عندي اتنين من الفضلات بيخرجوا، عندي حاجة اسمها ووتر وحاجة اسمها ايه؟ كربون دايوكسيد، وحاجة اسمها ايه؟ كربون كربون دايوكسيد. مونوكسيد. طيب ال they are realized، الووتر والكربون دايوكسيد are give off during this step. give off يعني بيخرجوا من الخطوة دي. الكربون دايوكسيد ده realized by cell as waste product، بيخرج من الخلية كبقايا أو waste product. is used by plant. الكربون دايوكسيد ده مين اللي بيستخدمه يا شباب؟ بلانتس and some unicellular organism، وبعض الكائنات وحيدة الايه الخلية، اثناء عملية الايه الفوتوسينسيس، اثناء عملية الفوتو ايه الفوتوسينسيس او البناء الضوئي. يلا نبدأ على الليسونز اللي بعد كده. أطلع لسن اللي بعدها بيج 13. ايوه معي، بيقول لك how do different organism get energy، ازاي الحيوانات المختلفه بتحصل على الانرجي، بتحصل على الايه؟ على الانرجي. The main source of energy for most life on earth is the sun. يبقى مين هو مصدر الطاقه الاساسي يا اولاد؟ ما هو ده سؤال اهو، ممكن يقول لك يا مالك what is the main source of energy يا كريم؟ what is the main source of energy in earth؟ ايه مصدر الطاقه على الارض؟ نقول له ايه؟ sun. صن Unlike صن matter, energy don't cycle through ecosystems. Instead, it flow in one direction. بيقول لك الشمس مش بتلف في دورة في الإيكو سيستم، لا، هي بتيجي في اتجاه واحد بس من الشمس للأرض. يبقى it flow in one direction. يبقى energy don't cycle through ecosystem. It flow in one إيه؟ In one direction. يبقى الإنرجي مش بتلف في دورة، لا، دي flow in one direction، بتمشي في اتجاه واحد. In most cases energy flow began with the sun. الانرجي فلو ده يا اولاد بيبدا من عند مين؟ من عند الشمس. الطاقه اول ما بتيجي بتبدا من عند الصن، and move from one organism to another، وبيمشي الطاقه ديت من كائن حي لكائن حي ايه اخر. انا عندي ارنب واسد، الاسد كل الارنب، يبقى الطاقه مشت من الارنب للايه؟ للاسد. يبقى الانرجي فلو بيمشي في one ايه؟ one direction، في اتجاه واحد بس. أول حاجة بيبدأ من عند مين؟ الإنرجي فلو ده بيبدأ من عند مين؟ بيبدأ من عند الصن. بعد كده أند موف، بيتحرك من وان أورجانيزم تو إيه؟ أنذر. ميني أورجانيزم جيت إنرجي باي إيتينج أذر أورجانيزم. بعض الحيوانات بتاخد الطاقة عن طريق إن هي بتاكل حيوانات إيه أخرى. واتش أورجانيزم جيت إتس إنرجي فروم ذا صن، أند واتش أورجانيزم جيت إتس إنرجي باي إيتينج أذر إيه أورجانيزم. عندك حيوانات زي الحيوانات، في بعض الحيوانات بتتغذى على حيوانات تانية، فدي بتاخد الطاقة بتاعتها عن طريق eating another organism. عندي النباتات، النباتات والبلانت لايك اورجانيزم او الاورجانيزم اللي بتعمل عملية البناء الضوئي والنبات، الاتنين بيحصلوا على الطاقة منين؟ من الشمس، صح كده؟
ايوه بص انا عندي مصدر الطاقه الاساسي في الحياه مين؟ سن. طن. الانرجي فلو، الانرجي فلو قلنا ان الطاقه بتمشي ان وان ايه، دايركشن. برافو. يبقى الانرجي فلو اللي فاتح المايك يقفله ان وان دايركشن، ركزوا معايا كلكم، انرجي فلو ان وان ايه دايركشن يعني اتجاه واحد، تمام؟ الانرجي فلو ان وان ايه دايركشن بتمشي، انرجي بيجان ويز ذا سان، الانرجي فلو بيجان ويز ذا ايه سان، سن انرجي فلو بيجان ويز سان بيبدأ عن طريق الايه الشمس. طيب الطاقة بتيجي ازاي؟ الطاقة بتيجي عن طريق ان حيوان بياكل حيوان او حيوان بياكل ايه نبات. طب بيقول لك انرجي فلو بيجان ويز ذا سان and move from one organism to another، يبقى الانرجي move from one organism to ايه another، الطاقة بتمشي من كائن حي لكائن حي اخر، energy move from one organism to another to ايه to another. الانرجي موف فروم ايه؟ قولوا معايا الانرجي موف فروم وان اورجانيزم تو ايه؟ صن انذر. انا فروم وان اورجانيزم تو ايه؟ انا انذر. ايوه طيب تمام، فروم وان اورجانيزم تو انذر، تمام؟ طيب هنا بيقول لك ايه؟ and move from one organism to another. many organism get energy by eating organism، بعض الحيوانات بتحصل على الطاقة بتاعتها عن طريق ان هي ايه eating organism، يبقى organism get energy by eating organism، أنس تمام معايا؟ تمام تمام من اورجانيزم جيت ان انرجي باي ايتينج اورجانيزم، تمام. طيب البلانت بياخد الطاقة منين؟ من الشمس. البلانت بياخد الطاقة منين؟ فروم ايه؟ سن. للشمس فروم سن. فروم ايه؟ سن تمام. طيب اقري كده، دي كده هي سلامة الجزء اللي انا كتبته كده. اوكي sun energy flow in one direction. Energy flow began with sun. Energy move from one orgasm to another. Orgasm get energy by eating orgasm. Plant take energy from sun. تمام قبل ما نسمع ايوه انا معاك. يلا بيقول لك not all energy an organism get it used for life process، some is realized to environment as thermal energy. You might have read that energy can't be created or destroyed but it can change form. This idea called the law of conservation of energy. The law of conservation of ايه of energy. بيقول لك not all energy an organism get is used for life process، مش كل الطاقة اللي الحيوان بيستخدمها بتستخدم للإيه؟ لللايف بروسيس، للعمليات الحياة، تمام؟ some is realized to environment، بعدها بيخرج للبيئة في صورة thermal energy. thermal energy يعني طاقة إيه؟ حرارية، اسمها thermal energy. you might have read energy can't be created or destroyed، الطاقة يا أولاد لا تفنى ولا تستحدث، but it can change، بس ممكن أغيرها من صورة لصورة.
القانون ده بسميه مالك لو اوف كونزرفيشن اوف انرجي. احفظوا القانون ده، طالما جاب الصفحه ديت يبقى ممكن هو القانون ده اللي يجي لكم، لو اوف كونزرفيشن. قولوا معايا لو اوف كونزرفيشن، law of concentration اوف of energy. كونزرفيشن اوف انرجي، لو اوف كونزرفيشن اوف ايه، اوف انرجي، يعني قانون الحفاظ على الطاقه اسمه لو اوف كونزرفيشن اوف انرجي. بينص القانون ده على ايه؟ بيقول لك انرجي كان تو بي كرييتد اور ديسترويد، انرجي كانت cannot be created and destroyed. بي كرييتد اور Or destroyed، or ايه؟ destroyed. destroyed or destroyed. بيقول لك اللو اوف كونزرفيشن اوف انرجي ان الطاقه كانت بي كرييتد اور ديسترويد، يعني الطاقه لا تفنى ولا ايه تستحدث، بس بيتم تغييرها من صوره لصوره ايه ثانيه. but it كانت but it كانت change form، ممكن اغير صورتها، ممكن اغير صورتها. but ايه؟ it can change form but it can change form. can change form يعني ايه؟ يعني ممكن احولها من صورة لصورة تانية. يبقى the law of conservation of energy، energy can't be created or destroyed but it can change، ممكن اغيرها احولها من طاقة حركية الى طاقة كهربائية، من kinetic energy electrical energy، من electrical energy sound energy and so on. تمام. البيج اللي بعد كده 31. هنا خدنا حاجة اسمها بروديوسر وحاجة اسمها كونسيومر، صح؟ بروديوسر يعني ايه يا شطار؟ بروديوسر يعني ايه يا مالك؟ مالك وكريم، منتجين مالك وكريم ومحمد وما منتجين ومانع، مركزين معايا؟ عالية كلكم مركزين؟ ايوه عندي حاجة ايوه اسمها منتجين منتجين بروديوسر. بروديوسرز يعني المنتج، وكونسيومرز يعني المستهلك. البروديوسر ليفينج سينج، الحاجات دي مهمة قوي يا اولاد. البروديوسر ليفينج سينجز، ركزوا كده معايا، ليفينج سينجز الكائن الحي ذات ميك زير اون فود، اللي بيصنع غذائه ايه؟ بنفسه. تمام. يبقى ليفينج سينج ذات ميك زير اون فود، اللي بيصنع غذائه بنفسه، بسميه ايه؟ بسميه بروديوسر. البروديوسر ميك زير فود فروم ماتيريالز فاوند ان زير انفايرومنت. البروديوسر ده يا زبيه بيعمل الغذاء بتاعه from materials، من مواد found in their environment، موجودة في البيئة. البروديوسرز ده فوتوسينسيتيك، يا إما يكون فوتوسينسيتيك يا إما يكون كيموسينسيتيك، يا إما يكون فوتوسينسيتيك يا إما يكون إيه؟ كيموسينسيتيك. يلا نكتب كده مع بعض، البروديوسر يا إما إيه يا إيه؟ يا اما فوتوسينثيسيس او فوتوسينسيتيك، كيموسينثيسيس. فوتوسينسيتيك أو كيموسينسيتيك، بنقوله عليه فوتو سينسيتك او كيمو ايه سينسيتك، كيمو ايه. كيموسينثيتيك. تمام. البروديوسر ده يا فوتو سينسيتك يا كيمو سينسيتك. قلنا البروديوسر هو مين يا مالك؟ ميك زير اون فود، ميك زير اون فود يعني بيصنع غذائه Make their own بنفسه، food. ميك زير اون فود، ميك زير اون فود يعني بيصنع غذائه ايه بنفسه. ركزوا يا بنات معايا، ميك زير اور فود. تمام يا عليا. نوعين من البروديوسر يا عليا، فوتو سينسيتيك وكيمو سينسيتيك. الفوتو سينسيتيك ده يا اولاد تاتش از البلانت، زي النبات. اذر بروديوسر انكلود سام بكتيريا. البروديوسر ميك زير اون فود فروم ماتيريال فاوند انفايرومنت. البروديوسرز ده بيعمل الغذاء بتاعه من مواد موجودة في الانفايرومنت، في البيئة. طب لو بيستخدمها باستخدام اللايت او السان لايت اقول عليه فوتو سينسيتيك، اقول عليه فوتو ايه سينسيتيك. فوتو سينسيتيك ده اللي بيستخدم اللايت او الضوء. such as البلانت، زي النباتات. other producers بعد البروديوسر include البكتيريا، بتشمل الايه
البكتيريا البكتيريا دي بقول عليها كيمو سينسيتيك، بقول عليها ايه؟ كيمو سينسيتيك. كيمو يبقى سينس الفوتو سينسيتيك عندي مثال ليه مين؟ البلانت. بكتيريا البلانت والكيمو سينسيتيك مثال لها ايه؟ البكتيريا. اورجانيزم اسمه الايه؟ البكتيريا. طيب الكيمو سينسيس از ذا بروسيس during which producer use chemical energy in matter rather than light energy to make a to make food to make a to make food. بقول يا اولاد ان الكيموسينسيس ده is the process، هو عمليه during which بيكون خلالها البروديوسر المنتج use chemical energy in matter rather than light energy. يبقى الكيموسينسيس لازم نعرف يعني ايه كيموسينسيس. is the process during which البروديوسر اللي هو المنتج use chemical energy، بيستخدم الطاقه الكيميائيه اللي موجوده في الماده rather than light energy، بدل ما يستخدم الطاقه الضوئيه اللي موجوده في الشمس، لا ده بيستخدم الطاقه الكيميائيه اللي موجوده في الطعام اللي سوري اللي موجوده في الانفايرومنت، تمام؟ عشان يعمل ايه؟ عشان يعمل الايه؟ الغذاء بتاعه. بقول عليه كيموسينسيتي. بقول عليه ايه؟ كيموسينسيتيك. هعيد تاني الجزء ده، هعيد تاني وركزوا معايا فيه، ركزوا معايا. قلت عندي حاجة اسمها البروديوسر، مين هو البروديوسر يا مس؟ The living things that make their own food، الكائن الحي اللي بيصنع غذائه بنفسه. البروديوسر زي يا مس make their food from material in the environment، مش بيروح يجيب غذائه من مكان تاني، لا هو بيصنعه في البيئة من الماتيريالز المواد اللي موجودة في البيئة. لو بيصنعه من السنلايت بقول عليه فوتوسينسيس، زي النبات بقول عليه فوتوسينسيتيك، بقول عليه فوتو ايه؟ سينسيتيك. سينسيتك طيب لو سينسيتك بيصنعه زي البكتيريا كده من الايه؟ من الكيميكال انرجي اللي موجوده في الفود. كيميكال انرجي يعني ايه؟ الطاقه الكيميائيه اللي موجوده في الطعام. اقول عليه ايه يا شطار؟ اقول عليه كيمو سينسيتيك. كيمو كيبو سينسيتيك. سينسيتك اكزامبل عليه ايه يا كريم؟ اكزامبل عليه يا شباب البكتيريا. اكزامبلز عليه ايه؟ البكتيريا. يبقى الكيموسينسيس از ذا بروسيس during which producer من خلالها المنتج use chemical energy، بيستخدم الطاقة الكيميائية in a matter الموجودة في المادة rather than light energy، بدل ال light energy to make their ايه؟ ننقل على الكونسيومر يا شباب. يلا الكونسيومر. consumer unlike producer. الكونسيومر بيختلف عن الايه؟ عن البروديوسر. consumer يعني ايه؟ consumer يعني المستهلك. don't produce their own food، مش بيعمل غذاء. don't produce their ايه؟ own food. energy rich food، تمام؟ instead they get the energy they need to survive by consuming other organisms. بياخد الطاقة اللي هو محتاجها عن طريق consuming other organism، انه بيتغذى او بيعيش على other organism. consumer become classified by type of food they eat. يبقى انا لما بقسم الكونسيومر يا مالك بقسمهم على حسب الفود ذات ذي ايت، الطعام اللي هم ايه بياكلوه، بقسمهم على حسب ذا فود ذات ايه ذي ايت، بقسمهم لايه؟ لهيربيفورا وكارنيفورا واومنيفورا. الايه؟ لهيربيفورا وكارنيفورا كيل بوفرا كارنيفورا اومنيفورا. الهيربيفورا فيد ان اونلي بروديوسر، الهيربيفورا بتتغذى على الايه؟ على البروديوسر. البروديوسر زي البلانت. والكارنيفورا ايت اوزر انيمالز، بتاكل حيوانات ثانيه اوزر انيمالز. والاومنيفورا ايت بوث بروديوسر اند اوزر ايه؟ كونسيومر. يبقى احنا لو جينا كتبنا كده على السريع بسرعه الحاجات دي خدناها قبل كده، بس نكتبها تاني، التكرار يعلم الايه؟ الشطار. الكونسيومر ده قلنا ان هو نوت ميك زير اون فود يا عاليه، مش بيصنع غذائه ايه؟ مش بيصنع غذائه لنفسه. دونت بروديوس زير اون انرجي ريتش فود، يبقى دونت بروديوس زير اون انرجي فود، زير اون انرجي ريتش فود. انرجي ايه؟ ريتش، مش بيصنع غذائه. طيب they get their energy they need to survive by consuming other organisms.
انتوا بقى عايزاكم وانتوا بتذاكروا تعملوا زي انا ما بعمل كده، تجيبوا ورقه وقلم وتجيبوا صفحات الهيكل اللي تذاكروه تكتبوه زي انا ما زي الطريقه اللي انا بعملها على اللاب كده، انتوا تكتبوا بورقه وقلم، هتلاقوا ما شاء الله المعلومات ثبتت في دماغكم ومش هتنسوا حاجه. تمام؟ زي كونسيوم اوزر اورجانيزم، يبقى بياخد الطاقه عن طريق ان هو ايه، كونسيوم اوزر اورجانيزم، كونسيوم اوزر اورجانيزم. انتوا تقريبا كله عندكم ورقي ما فيش الكتروني صح؟ لا، مش نص، في نص إلكتروني ونص في ورقي. ورقي. انا اعرف ان كله ورقي ولا في الكتروني، في جزء الكتروني، انا سامعه ان كل لا اختباركم بس ورقي. في جزء، مش في جزء إلكتروني. مس تمام. 15 سؤال الكتروني، 5 أسئلة ورقي. كم أسئلة ورقية؟ 5. تمام. كونسيوم كان بي كونسيومر مفروض بينتظم according to type of food. نعم. مش يعني المفروض يكون 20 سؤال، بس بعد ما شيلوا البونص بقوا 15 إلكتروني. ربنا يستر من البونص ده. كونسيومر ديفايدد انتو 3 ايه جروب، الكونسيومر بيتقسم الى 3 ايه مجموعات. اول حاجة اسمها ايه؟ herbivores هربيفورس. هربيفورس. ثاني حاجة carnivores كارنيفورا، اسمها ايه؟ كارنيفورا، اومنيفورا، هربيفورا. كارنيفورا كارنيفورا وهربيفورا وايه؟ اومنيفورا. تمام؟ الهربيفورا دي بتتغذى على الايه؟ على البروديوسر، على على الايه؟ فيت البروديوسر، بروديوسر البروديوسر اللي هو البلانت. طيب والكارنيفورا بتتغذى على الايه؟ فيت اذر انيمالز، اورجانيزم. انيمالز فيت اذر ايه؟ انيمالز. طيب والامنيفورا فيت فيت بوث بتاخد الايه؟ الامنيفورا بتاخد الاثنين، البروديوسر والكونسيوم بروديوسر بلس ايه؟ كونسيومر. بلس الكونسيومر. تمام؟ ممكن حد فيكم يبعتها في الجروب تبقى ملخصة كده مجمعة لكم، أو حد أي حد يصورها وبعدين يبقى يبعتها براحته بسرعة بس عشان وقت الحصة ما يضحكش عليكم. قبل خلص انا رسل. تمام. عندي ذيس كاتربلرز، كاتربلرز ديت ان هربيفورا، ان ايه هربيفورا، عندي ايه تقول لي بلانت، يبقى دي هربيفورا تقول لي ايه، تقول لي بلانت. The shark is an carnivore. الشارك ده عبارة عن ايه؟ carnivore and eat other animals. بياكل other animals. This girl is omnivore. الجيرلز دي ايه يا شباب؟ البنات يركزوا معايا. الجيرلز دي ايه؟ omnivore. eat both producer and consumer. بتتغذى على البروديوسر وعلى الايه؟ وعلى الكونسيومر. تمام؟ يلا نروح لبيج 32. يلا معايا كده. جو بانانا. يست از ا كومون يونيسنجولار فانجس. وات شيء هابن وين يست از ادد تو بانانا. يست يا اولاد يعني الخميره، يست يعني ايه؟ فطر، نوع من الفطريات بسميه ايه؟ يست. is a common unisingular fungus. كلمة fungus يعني فطريات، يعني اليست ده عبارة عن فطر وحيد الخلايا، يبقى بقول عليها اليست عبارة عن unisingular fungus يعني نوع من الفطريات وحيدة الخلايا. يست يعني خميرة وفانجس يعني فطريات، يبقى اليست ده unisingular fungus يعني فطر وحيد الخلية. What happened when add yeast to banana؟ لما بضيف اليست ده للموز ايه اللي بيحصل؟ banana decomposing. ديكومبوزنج يعني بيحصل لها ايه؟ ديكومبوزيشن يعني تحلل. تحلل. زي مين نوت اتشينج ان كلر، يحصل لها تغير في اللون في الشيب. زي مين نوت
that banana with yeast decomposed faster than other banana. يعني أنا حطيت بنانة لوحدها وحطيت بنانة معاها يست، تمام؟ أنا بلاقي إن البنانة اللي هي معاها اليست دي حصل لها إيه؟ فاستر إيه؟ ديكومبوز ماستر ديكومبوزنج حصل لها فاستر ديكومبوزنج مقارنة بمين؟ إذا أذر بالإيه؟ بالأنظر إيه؟ بنانة، بالأنظر إيه؟ بنانة، تمام؟ ثواني. طيب they may also notice inflation of bag. inflation of bag هنلاحظ كمان ان الباج او الكيس اللي محطوط فيه البنانه حصل له inflation. inflation يعني ايه؟ يعني تضخم او زاد. حصل له ايه؟ inflation. inflation of bag يعني الكيس حصل له زي انتفاخ كده، كبر في الحجم بتاعه نتيجه لعمليه الديكومبوزيشن. What did you notice about the banana? Why do you think this happened? They are not expected to get the correct answer. Simple answer, the banana we break down and decomposing. The one with the yeast decomposed faster because the yeast ate the banana. اليست اللي أنا حطيته ده ساعد على الديكومبوزيشن، التحلل بتاع البنانة بشكل أسرع. ليه؟ لأن اليست ده فطر عفن بيعمل عملية ديكومبوزيشن، نوع من الفنجاي، فهو بدأ ياكل في البنانه. ايت يست ايت بنانه، بدأ ياكل فيها فعمل لها ايه؟ فاستر ديكومبوزيشن، عمل لها فاستر ايه؟ ديكومبوزيشن. نرجع تاني، قلنا بنانه عشان ده اسئله رايتنج اهيت. بنانه ديكومبوزينج زي مي نوت تشينج ان كلر. انا لما حطيت البنانه لاحظت تشينج في الكلر اند الشيب والشكل. زي مي نوت ذا بنانه وذ يست، البنانه معاها الفطر ديكومبوزينج فاستر. يعني ايه حصل لها ديكومبوزيشن او تكسير او تحلل اسرع، تحلل اتحللت بشكل اسرع. ليه؟ زان ذا اوزر بنانه، يبقى البنانه اللي معاها ييست اتحللت بشكل اسرع من البنانه اللي هي موجوده في الوضع الطبيعي، وده تسبب انفلاتيشن اوف باج، يعني الكيس اللي هي فيه حصل له انتفاخ. انفلاتيشن اوف باج يعني انتفاخ الحقيبه. وات ديد يو نوتس اباوت بنانه؟ ليه ده حصل؟ ليه اليست عملت فيها كده؟ لان اليست قال لك زي بنانا وير بريك داون اتكسرت اند ديكومبوزنج يا عاليه. ديكومبوزنج يا ايه يا عاليه؟ يعني اتحللت، يبقى بريك داون اند ديكومبوزنج. ركزي معايا، ذا وان ويز ذا يست ديكومبوزد فاستر بيكوز ذا يست ايت بنانا. ذا وان ويز ذا يست يعني البنانه اللي معاها اليست ديكومبوزد فاستر، ايه اتحللت اسرع بيكوز ذا يست، لان اليست ايت ايه؟ ايت بنانه، اكل الايه؟ البنانه. في حاجه اسمها الديكومبوزرز او الديتراتو فورس. الديتراتو فورس، ديتراتو فورس او الديكومبوزرز او الايه؟ الديكومبوزرز اللي هي الكائنات المحلله. طالما جاب لكم الجزء ده يبقى ان شاء الله يجي ديتراتو فورس اللي هي الديكومبوزرز. Another group of consumer، مجموعة تانية من الكائنات المستهلكة are detritophores. Detritophores get their energy by eating the remain of other organisms. بتاكل بقايا الكائنات الايه؟ الحية. Eat the remain of other organisms يعني بتاكل اللي يتبقى من الايه؟ من الاورجانيزم. Some detritophores such as البكتيريا and the mushrooms. بعض الديتراتوفورس زي البكتيريا والمشروم اللي هو عش الغراب feed indeed organism، بتتغذى على الكائنات الايه؟ الميته. and help break down وبتكسرها decomposing them، بتحللها. for this reason this organism often are called decomposers، بسميها ايه؟ decomposer. the yeast in activity above is a decomposer. اليست اللي هو عش الغراب او فطر عفن فطر ال سوري يست اللي هو الخميره. A yeast in the activity above is a decomposer، عبارة عن كائن محلل. During decomposition، كلمة decomposition يعني عملية التحلل. أثناء decomposition، decomposer produce carbon dioxide. البروديوسرز ده الديكومبوزرز ده يا اولاد بيطلع لنا كربون دايوكسيد اللي هو غاز ثاني اكسيد الكربون، كربون دايوكسيد. الكربون دايوكسيد ده انتر اتموسفير، بيدخل الغلاف الجوي. Some of the decayed matter enter the soil or water. بعض المواد المتحللة
بتدخل التربة أو المية. In this way, decomposer herb recycle. بالطريقة دي الديكومبوزر بيساعد على الريسايكل نيوترون ثرو ايكو سيستمز، على إعادة تدوير المواد الغذائية في الإيكو سيستمز. ما هو النيوترنت ده اشتغل على إيه؟ النيوترنت ده اشتغل على كائنات حية. خليكم معايا دقيقة. قلنا الديكومبوزرز بتعمل ريسايكل للنيوترنت. يعني ايه ريسايكل للنيوترنت؟ يعني بترجع النيوترنت تاني للايه، للنظام البيئي. هي دلوقتي الديكومبوزر او الديتراتو فورس، هو مسميها عندكم هنا الديتراتو فورس، ديتراتو فورس. الديتراتو فورس ديت ايه الموضوع بتاعها؟ هي بتشتغل على الكائنات الميته، الديد اورجانيزم او على الريمين اوف اورجانيزم. بتساعد في بتحلل عمليه الكائنات الميتة الديكومبوزيشن، بتساعد في والميتة. عمليه الديكومبوزيشن. بينتج عنها يا محمد كربون ديوكسيد يا كريم، بينتج عنها ايه يا كريم؟ كربون ديوكسيد. فهي بتاخد الريمين اوف اورجانيزم او البقايا يا سلامه بتاعت الديد اورجانيزم وتشتغل عليها، تتغذى عليها وترجعها تاني لايه؟ لمواد غذائيه. بترجع الايه؟ النيوترنت دي للسويل وللووتر، للسويل وللايه؟ وللووتر. بترجع النيوترنت دي للسويل وللايه؟ وللووتر. فهي كده ساعدت في الريسايكل اوف نيوترنت، يعني رجعتها تاني للايكو سيستم. فاهمين تاني يا اولاد معايا؟ ما هي دخلت النيوترنت التربه سويل ودخلت النيوترنت الووتر. ففي الووتر الاكواتيك ايكو سيستم هيستفيد من النيوترنت دي، والاسماك والنباتات اللي عايشه في الميه هتتغذى عليها. في التربه النباتات والكائنات اللي عايشه في التربه هتتغذى على النيوترنت. يبقى كده الديتراتو فورس دي عملت ريسايكل من النيوترنت ثرو ايكو سيستم. واضحه النقطه؟ ايوه مرسي. هعيد لكم تاني الديتراتو فورست، يلا اخر مره ركزوا معايا. ايه رايكم اخلص لكم كل الهيكل من الكتاب ونريح نفسنا؟ والله الكتاب شرحه جميل وبيجمع المعلومات كلها، هي ابلة احسن من الكتاب، ما والله انت هيك افضل من المهم الديتراتو فورست انذر جروب اوف كونسيومر، هي مجموعه من الكونسيومر، الكائنات المستهلكه. يبقى لما يقول لك الديتراتو فورست ديت بروديوسر ولا كونسيومر، اقول له ايه يا شباب؟ هي ايه؟ كونسيومر كونسيومر، عشان هو ممكن كونسيومر. يجي لكم تشويس. ار ديتراتو فورست، الديتراتو فورست جيت زير انرجي باي ايتنج. بتحصل على الطاقه ازاي بقى؟ ايتنج ريمين اوف اذر اورجانيزم يا كريم، ممكن يجي. بتاخد الطاقه ازاي؟ ايتنج ريمين اوف اذر اورجانيزم. طب الديتراتو البقاء فورست تأكل زي بقايا. البكتيريا، زي البكتيريا والمشروم، اكزامبلز عليها ايه؟ لو قال لك قول لي اكزامبلز للديتراتو فورست، لو قال لك جاب لك الصوره دي وقال لك ايه دي؟ ذيس از مشروم عباره عن ديتراتو ايه؟ فورست. ركزوا على الصور، ده مشروم عباره عن ديتراتو فورست. يبقى الاكزامبلز للديتراتو فورس يا شباب البكتيريا والمشروم. بتتغذى على الديد اورجانيزم، الديتراتو فورس بتتغذى على الديد اورجانيزم يا بنات، ركزوا معايا. اند هيلب بريك داون، بتساعدها في تكسيرها. اند ديكومبوزنج زيم، وتحللها. فور ذيس ريزون ذيس اورجانيزم اوفن ار كولد ديكومبوزرز، بسميها ايه؟ ديكومبوزرز، بسميها ايه؟ دي كومبوزر. ديكومبوزر. يبقى الديتراتو فورس دي عباره عن ايه؟ ديكومبوزر، عباره عن ايه؟ ديكومبوزر، كائنات محلله. ذا ييست ان ذا اكتيفيتي اباف، اليست اللي استخدمناه مع البنانه فوق از ديكومبوزد، عمل ايه؟ از ديكومبوزر، كائن محلل. ديورنج ديكومبوزيشن ديكومبوزر بروديوس ايه؟ ممكن يجيب لك السؤال ده، يقول لك الديكومبوزر بروديوس ايه؟ بينتج ايه؟ يقول لك غاز الاكسجين ولا الكربون دايوكسيد ولا الهيدروجين. يبقى احنا عارفين ان هو بينتج غاز كربون ايه؟ دايوكسيد. الكربون دايوكسيد. ركزوا، لما بيطلع الكربون دايوكسيد يا مانع، الكربون دايوكسيد انتر فين يا شباب؟ بيدخل الاتموسفير، بيدخل ايه؟ الاتموسفير. الغاء كم الجوي. اذر ديكيد مطر انتر ذا سويل، المواد المتحلله ديكيد مطر يا شباب انتر ذا سويل، بتدخل التربه اور ووتر، الميه. ان ذيس واي ديكومبوزر هيرب ريسايكل نيوترنت. سامعاني يا فاطمه؟ فاطمه الصوت وصل لك؟ فاطمة سامعاني؟
in this way, in this way. تمام، خليكم معايا. They also help keep in this way. كنا فين؟ In this way decomposer help recycle nutrient. الديكومبوزرز الكائنات المحللة help recycle nutrient، بتساعد في إعادة تدوير المواد الغذائية through ecosystem، خلال النظام البيئي. They also help keep ecosystem clean. يبقى فايدة الديتراتو فورست، ممكن يجيب لكم السؤال ده writing what is the benefit of decomposers، what is the benefit of detrito forest، ايه الفايدة بتاعتها؟ تعملوا هايلايت كده، اعملوا معايا help recycle nutrient through ecosystems، دي اول واحدة. تاني حاجة help keep ecosystems clean، بتساعد على حفظ النظام البيئي clean نظيف. without decomposers dead organism would pile up in ecosystem، لو ما فيش decomposer هنلاقي dead organism pile up. يعني ايه؟ يعني متراكمة في الايكو سيستمز. متراكمة فين؟ في الايكو سيستمز. يلا خليكم معايا نكمل البيج اللي بعد كده. دي بيج كام؟ ثيرتي تو، بعدها 41. يلا نشوف كده. Analyze the food web watch statement is correct. أي جملة من دول صح؟ قال لك the model tracks the transfer of energy as energy flow in this system. the transfer of matter back into the environment occur only at the stratophoreous levels. ده طبعا غلط. The model shows the transfer of matter only. طبعا غلط. The decomposer in the model use matter but not energy for their live process. تعالوا نحللهم كده. بيقول لك the model tracks the transfer of energy as energy flow in this ecosystem. طبعا عارفين ان ده كلنا، ان اللي قدامنا ده بيبين الانرجي فلو، وقلنا ان الفود ويب بتبين لي الانرجي فلو، سريان الطاقه، الطاقه بتمشي منين لفين. تمام، طيب ده صح. تعالوا نشوف الغلط بقى. the transfer matter back into environment occur only at the stratophoreous level. هل هنا السلسله دي حاصله على مستوى الستراتوفورس ليفل بس، على مستوى الديكومبوزرز بس اللي هو الفانجاي والديد فروت؟ لا لا، هي حاصله على مستوى كل الانيمالز. طيب the model shows the transfer of matter only. هل النظام ده بيقدم لي او بتشوف نقل الماده الغذائيه only؟ transfer of matter ولا transfer of energy؟ ترانسفير اوف انرجي. transfer of energy. طب the decomposer in the model use matter but not energy for their process. هل الديكومبوزر in this model use matter but not energy for their process؟ لا، هم بيستخدموا الانرجي او هم بيشتغلوا على المطر ومن خلالها يحصلوا على الايه؟ على الانرجي او الطاقه. ان انرجي بيراميدز، عارفينه اللي هو الانرجي بيراميدز اللي هو هرم الطاقه. انا رايي، رايي الشخصي، ان انتوا تذاكروا الدرس ده، يعني انتوا هتقروا الصفحه دي وتعرفوا الاجابه، بس لازم تعرفوا الانرجي بيراميدز وتعرفوا الفود تشين والفود ويب والكلام ده كله. لما نخلص الهيكل لو بقى معانا وقت هرجع لهم تاني. In an energy pyramid, approximately 10% of energy available in one trophic level is transferred to the next levels. اتفقنا لما كنت بشرح لكم الانرجي بيراميد، ال 10% بس من الطاقه بيتنقل من تروفيك ليفل لتروفيك ليفل ايه؟ تاني، او من مستوى لمستوى ايه؟ تاني. Which statement help explain why this occur؟ قال لك organism use most of available energy to fuel their own life process. بيقول لك ليه 10% بس اللي بيتنقلوا من تروفيك ليفل، من مستوى 10% بس في الهرم الغذائي بيتنقلوا من مستوى لمستوى تاني، ليه مش اكتر من كده؟ ليه مش اكتر من 10% بيتنقلوا؟ قال لك لان الاورجانيزمز الكائنات الحيه يوز موست افيلابل انرجي، بيستخدموا معظم الايه؟ الطاقه. تو فويل زير اول لايف بروسيس، عشان يقوموا او عشان يقوموا بالعمليات الحيويه الايه؟ الخاصه بجسمهم. يبقى معظم الطاقه، او اورجانيزم يوز موست افيلابل انرجي، بيستخدموا معظم الطاقه تو فويل كوقود for their all life process، للعمليات الحيوية الخاصة في ايه؟ في جسمهم. عشان كده الكمية اللي بتتنقل من تروفيك ليفل لتروفيك ليفل تاني بتكون 10% او بس 10%. تمام؟ بعد كده 48.
48. You learned about how energy flows through environment. إزاي الطاقة بتمشي في البيئة. Matter also moves through the environment. المادة بتمشي في البيئة أو بتتحرك في البيئة. But instead flows through the environment like energy does. Matter move in cycle. المادة بتتحرك في cycle. تمام؟ Matter move continuously through ecosystem. If it change form but it not created or destroyed. زي ما قلنا قبل كده إن الطاقة it changed form بتتغير صورتها، تمام؟ but not created مش بتدمر or destroyed لا تفنى ولا تستحدث اللي هو the law of conservation of mass اللي هو قانون بقاء القانون الحفاظ على الطاقة the law of conservation of mass. يبقى مطر move continuously through ecosystem المادة بتتحرك باستمرار في الإيكو سيستم أو في النظام البيئي. it changed form but not created or destroyed بقول عليه The law of conservation of mass. The law of conservation of mass. What other important material cycles through the environment? إيه هي المواد المهمة اللي بيحصل لها cycling خلال الـ Carbon is abundant element. الكربون عارفين كلنا ان هو abundant element يعني موجود بوفرة that can be found everywhere in earth موجود في كل مكان على الارض found within the body of organism في جسم الكائن الحي carbon make up a lot of the matter الكربون بيدخل في تركيب العديد من المواد you see around you another vital part of environment is water في حاجة تانية مهمة في البيئة او جزء مهم في البيئة اللي هو الايه الووتر المياه Watch like carbon cycles through the ecosystem. يبقى الwater like carbon cycles through ecosystem. Water cover about 70% of Earth. المية بتغطي 70% من مساحة الأرض. Most of Earth water about 97%. Most of Earth water about 97% in ocean. حوالي 97% من المية اللي موجودة أو 97% موجودة في الأوشن. Water is also a rivers, streams, lakes, and underground reservoirs. The underground reservoirs اللي هي الخزانات الموجودة تحت الأرض. In addition, water is in the atmosphere, the ground and living things. Water embody may later end up at the top of snow-capped mountain. Snow-capped mountain اللي هي الجبال اللي بتكون مغطاة بالايس كابد، الايس ايه كاب أو عليها من مجموعة من الثلوج. هنعيد تاني بيقول لك what other important material what other important material cycles through environment ايه هي المواد اللي بيحصل لها cycling او اعاده استخدام او تدوير في البيئه عند الكربون والووتر الكربون والايه والووتر الكربون is abundant element يعني موجود بوفره that can be found everywhere موجود في كل مكان on earth على الارض found within body of organism موجود في جسم الكائن الحي carbon make up a lot of matters الكربون بيكون لي العديد من المواد you see around you اللي انت بتشوفها حواليك another vital part of environment في جزء تاني مهم في البيئة اللي هو الايه الووتر المياه water like carbon cycles through ecosystem يبقى انا الاثنين اللي عندي اللي بيحصل لهم cycle في الايكو سيستمز او بيدوروا في الايكو سيستمز الكربون والمياه كربون والووتر الكربون والايه والووتر هناخد الووتر قلنا ان هي cover 70% of earth surface بتغطي 70% من سطح الارض most of earth water about 97% in ocean حوالي 97% من المياه موجود في المحيطات Water is also in rivers. المياه موجودة في الرايفرز في الستريم في الليكس في الأندرجراوند ريزرفوارز. Water is in the atmosphere, the ground, and living things. Water in a body may later end up at the top of a snow-capped mountain. إن شاء الله الحصة الجاية أكمل لكم بقية الهيكل بإذن الله. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة.